حياكم الله مشاهدي ومتابعي برنامج ألف عافية وأكلاتنا وطبخاتنا يابا لهذا اليوم اللي راح تكون سهلة بسيطة سريعة والأهم من هذا كله نكون صحية يعني أيضا يعني خفيفة فشي خفيف. فاليوم حبيت أجيب لكم أجنحة وهذه الأجنحة راح نقليها وراح نسويها أطيب من المطاعم بأشياء بسيطة كلش هواي شغلات يعني متوفرة. طبعا أكيد الطريقة هنا بدعك عن أنه راح شلون راح أسوي هنا دجاج مقلي بطريقة المطاعم انه لازم انقع الدجاج لمده تقريبا ساعه يعني ما يحتاج 24 ساعه. بس شنو خليت بالمي؟ خليت 3 خواشيك طحين خل وخليت حامض. 3 خواشيك طحين وخل وحامض نقعته للدجاج. بعد ما نقعته للدجاج هنا راح ابلش اشرحه اطلع العظم منه اغلفه واقليه. مقاديره سهله بسيطه سريعه وصراحه كلش طيبه. يلا كتبوا المقادير لانه هذه الاكله لذيذه جدا. راح اشوفكم شلون نسحب الاجنحه من العظم مالتها. ويا سلام سلم على المقادير. اجنحه دجاج مقليه لهذا اليوم وصفتنا الرئيسيه الاساسي. طبعا الجارنش مالها راح يكون صلصه راح اسويها ايضا بالخردل والمايونيز وشويه عصير برتقال. انا احب هالسوالف عصير برتقال مع مايونيز مع كاتشب مع ممكن شويه من الخردل يعطينا طعم ونكهه كلش لذيذه. وعلى اللزازة اللزازة يا عيني على اللزازة اللزازة أغاتي على اللزازة اللزازة على اللزازة اللزازة وعلى اللزازة يا عيني اللزازة. أول شغلة أنا نسويها حتى تطلع عندك الأجنحة تندر حتى تطلع عندك الأجنحة طرية لازم هنا تنقعها حلقوم تفاصيل. تعال اليوم بما أنه أنت لابس أحمر الله. يلا طبعا هنا راح يكون في عندك تخميره. اوكي راح اشوفكم شلون اسحب العظم. عندنا هنا طبعا بالبدايه تقريبا بيضتين اثنين واخلي له طبعا راح اخلط خلطه مال بهارات. تعال شوف التخميره وادعوا لي. شوفوا شنو عندي هنا. عندي هنا طحين ابيض وعندي هنا سميد مطحون. طحين ابيض وسميد هذولا الاثنين طبعا اكيد مع بعضهم بعض ومرات نخلي نشا. هذا السميد شفتوا وهذا الطحين. هنا انا راح اخليهم سويه وبعدين اسوي خلطه مال البهارات. شنو بيها خلطه مال البهارات؟ عندي هنا بصل مطحون ناعم. عندي هنا طبعا شيء اكيد بابريكا مدخنه. بهارات دجاج ثوم مطحون. لو تشوفون كله خاشوقه. هذا كركم. هذا شويه كاري. بعد ما ضفت هذه المقادير كلها مع بعض البعض راح اسوي خلطه مال البهارات ويا الملح. وين الملح؟ خلدوني يا عيوني. جيبوا لي الملح يا عيوني. راح اخلي هنا شويه ملح. بعد ما خليت الملح راح تكون عندك البهارات كامله مكمله. بهارات. مهم جدا ان تخلطوها بالبدايه. يلا تخلوها على المكونات. راح ابلش اخلطهم تفاصيل. ها رجع لي يا سلام سلم. صارت فيها شوفوا هنا شلون صار لونها حلو. خبوا اللون شوفوا لونها فرط حركه. هذا وين يتخلى؟ يتخلى هنا. يتخلى وين؟ يتخلى هنا على الدجاج. هاي بعد يتخلى وين؟ يتخلى هنا. تمام هيك. بعدين شو اسوي هنا؟ راح اجيب كاسة لخ. اليوم دق كاسات. راح اجيب هنا حليب. اخلي هنا حليب او اخلي مي. خليت ايضا بشنو؟ خليت ببهارات. يا سلام سلم. هنا اخلط المكونات كلها مع بعض البعض. هسه صارت عندك كامله مكمله. قلت لكم ان المفروض انا اشوفكم شلون اسحبه. يتسحب طبعا اكيد. يتسحب هنا. أنا تقدر تطلع التسحيبه مالتها؟ بعد عندي وحده لخ. خالي ثلاثه اسحبهم. سكينه صغيره ناعمه. زين عيني. بعدين نبلش. بسم الله نبلش بهاي. نبلش بهذه. أول شيء أشيل هذه. أشيل هذا الموضوع.
وبعدين ابلش اقطعها بهذا الشكل. تشوف جيمي؟ يا سلام، اكتشف وين موضوع، وين صاير العظم. زين، وبعدين شوفوا هنا راح يبدي. دير بالكم على اللحمه اللي موجوده بالعظم، طبعا اكيد دير بالكم عليها. شوف 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 هاي، قالها باي باي. هلا هلا هلا، هذاك اللي ببالي ما يقدر يسويها، ما يعرف، ما يندل ما يندل وين مكان العظم. طبعا بيها عظم ثاني. بعدين نفس الموضوع، قولها هيجي، وبعدين اسحبها بهذا الشكل، سحبها كل الزين. يا سلام، ابقي عظمه واحده حتى اقدر اقليها صح، عظمه واحده بس ابقي. وبعدين قولها هذه هيجي، زين عيني، هذا العصب من هنا. باي بايز باي بايز، شوف 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 شلون صارت خبل، شوف شلون صارت. يا سلام سلم، هاي اخليها وين؟ اخليها بالحليب، نخلي القطع بالحليب كلها، نشيل القطع نفسها نخليها بالحليب، انقحها بالحليب كل الزين. والحليب طبعا راح يكون اختياري، كيفكم يعني، بكيفكم عيوني، كيفكم اغاتي، تريدوها بالحليب بدون حليب، اهم بكيفكم. يلا ناخذ ايضا قطعه لخ، هم نسحبها. يلا ارقام الهواتف راح تكون موجوده اسفل الشاشه، اللي عنده اي طبخه اي اكله ممكن اعطيه المقادير وطريقه التحضير. شوفوا لي هنا أنا راح نسوي اجنحه الدجاج نفس الطريقه هاي، نقدر نتبعها مع الدجاجه بصوره عامه. هذا اللي يسالنا دائما انه شلون نقلي الدجاج وشلون يطلع مقرمش، بعدين هذه الطريقه اللي انا امشي بها. الثين اسحب العظم بالبدايه بهذا الشكل، عندي عظمه ثانيه هم لازم اشيلها، وبعدين انقعها بالحليب. بالبدايه نقعتهم بخل حامض وشويه طحين، زين ينغسل كل الزين، خاصه الاجنحه، الاجنحه بيها زفره، فاتخلص من الزفره مالتها بشكل نهائي جدا. شوف 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 تتنظف، باي باي. تجي تاخذ هذه من هنا نفس الموضوع، يا سلام سلم. تجي وين تتخلى؟ تتخلى هنا، حلقوم حلقوم. هاي هذه ما تصير، خلاص. نجي للمرحله الثانيه وهي مرحله مهمه جدا، وهي انه اخلط كميه الدهن. يعني الدهن شوفوا شو راح اسوي، شوف 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 بص شوف، هلا 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 هلا. عندي بالبدايه راح اخلي ممكن دهن كميه زينه، بعدين اجيب نوعيه دهن اخر. صارت عندي شقد؟ صارت عندي نوعين دهن، نوعين دهن خليت. يا سلم سلم على طبختنا، يا سلم سلم. ناخذ اتصال هاتفي. غزل، واو، راح اخلي هم ثلاث انواع دهن خليت. ناخذ اتصال هاتفي. غزل، مرحبا يا غزل. مرحبا، شلونك عيوني؟ شلون الصحة؟ الحمد لله، شلونك؟ نعم، اسمع اسئله. هلا هلا بغزل، هلا عيوني، هلا 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 بغزل. ايه عيني غزل، شنو الاكله والطبخه؟ اذا شوف طبعا اذكرك على هالاكلات اللي تجنن عاشت. ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا غزل، هذا اكيد من ذوقك يا غاليه انت. ايه غزوله، شنو الاكله والطبخه اللي ممكن اعطيك مقاديرها؟ الارز والجبنه بالجبن. دهينة سوها بالجبن؟ دهينة؟ بالجبن؟ بالزبد؟ بالجبن؟ بالجبن؟ دهينة بالجبن؟ يعني أنا سامع دهينة بالجوز، بالمكسرات. أنت سامع بالجبن؟ ما أكو يعني دهينة غير يجوز بالجبن. يجوز إي أكو بعض يسوي، بس سهلة هي مو صعبة، نفس الجبن اللي نستخدمه مع العكاو، مع عفوا مع شو صحولة هذه؟ الكنافه نفسها نقدر نشتغل عليها، هي ماكو مشكله، سهله، يلا سهله. تامرين امر. لا 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 لا، تعال ها تفاصيل سنرجع طبيعي. مو لابس احمر اليوم، خله داري. يلا حضر،
حضر لي ايدك يابا. هذا الموضوع راح يعتمد اعتماد كامل عليك. زين؟ فحركه من هنا حركه من هنا بدك تنتبه لي. شيل رداناتنا جيمي ونحضر بسم الله. فرض حركه اي طبعا فرض حركه مهم انه مريض. والغلفه وين؟ بالطحين. بعدين الغلفه وين؟ بالبيض. تمام هيجي؟ وبعدين رجع طحين. يا سلام سلم. شقد سهله وشقد بسيطه. تخته ثانيه حتى نبلش نصفط الحبشكلات هنا. من بين ما يكون عندك الزيت ساخن. شوفوا لي القطعه شلونها. نكته خفيفه. بعدين نجي ناخذ الثاني نفس الشيء. ابو مناع يابا. بعدين نغلفه هيك. شوف شوف نجي ناخذ اللخ نفس الموضوع واحده واحده على راحتنا ما عندنا شيء. تتغلف اول شيء هنا بعدين تتغلف تجي تخلي هذا هنا. يا سلام. شوف 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 اي بيها بقسم. احنا غيرنا البقسم خلينا سميد ناعم. اي احنا عندنا بقسم بها. غيرت البقسم اني خليت بقسمات اللي هي الكعك المطحون. غيرت الكعك المطحون خلينا سميد ناعم اصفر. ردنا تصير خفيفه واحلى بعد واطيب بعد. يلا بسم الله. قليني يا عيني قليني. ناخذ اتصال هاتفي ليلى من الموصل. ليلى مرحبا يا ليلى. شلون الصحة عيوني؟ شلون الصحة ليلى؟ الو عيني ليلى شلون الصحة؟ الحمد لله. انت شلونكم؟ والله اذا انت بخير انا بخير. صحة وسلامة ان شاء الله يا ربي. الحمد لله. والله انا خبرت ما بسألك على طبخ مثل قلك شو تطبخ؟ انا دا اطبخ اجنحة مقلية. اجنحة مقلية. ان شاء الله. خلصنا من الزفره مالتها زين عيني سوينا لها صلصه ها يابا وبهارات وبلشت اقلي وقليني يا عيني قليني. يلا مع السلامه عيني. هلا 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 مدجبني دشوفني شلون دشوف. هلا 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 تعال يابا تعال 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 هلا عيوني. طبعا اكيد هنا في طريقه ثانيه. طبعا اذا شفتوا انه هو التغليف تغليف واحد. ممكن نغلف بطحين، ممكن نغلف حتى بمي، حتى نقدر نغلف احنا بشويه البيض، فعادي الموضوع يعني. غلف خلف زين. غلف زين، غلف زين هنا، غلف زين هنا، يا سلام سلم. شلون تعرفون انه هو استوى؟ يطوف. يصعد لي فوق. هسه راح يصعد انا هسه شوف 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 صعدناهن بالمصعد يابا. صعدناهن بالمصعد عيوني اغاتي. يا سلام سلم. يا سلام سلم. يا سلام سلم. يلا ناخذ اتصال هاتفي. حسن مرحبا حسن. الو السلام عليكم. شلونك عيوني حسن؟ اليوم هذا الملبس الحلو عاشت ايدك عليه. ربي يخليك الغالي خير. انت والله انت غالي. الله يوفقك. رحم الله والديك. قل لي حبيبي احنا نريد هاي الاكله. ايه ونريد الباشا. تقدر تشرح لنا ايه؟ عليها الباشا نريد نطبخها واحنا هسه عيال جايه نباها عليك. ايه سهله سهله. رحم الله والديك. الله يوفقك. وانا من المشاركين شاركتك ذاك اليوم. ربي يحفظك. والله ونحب نسولف وياك. ربي يحفظك. انت صديق دائم للبرنامج. والله ان شاء الله صديق كان انا من البرنامج بالله العظيم. الله يحفظك. الله يخليك. نحب اكلتك. هسه احنا جاي العيال نباوع عليك يقول هذا شلون طبخ حلو وشلون ملبس حلو. سلام سلامه لهم. سلامه لهم جميعا يا رب. سلامه لهم. الله يسلمك. الله يوفقك. حبيب ورحم الله والديك. حبيبي الذهب. حبيبي الذهب. شوف الاتصالات الحلوه. شفت 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 الاتصال الحلو. ها طافت لو بعدها. يا سلام. تشوف تفاصيل شلون الشغل حلو لطيف. يا سلام. يلا
يلا هسه نقلع على راحتنا، وقليني يا عيني قليني، قليني يا جيمي قليني. هسه شنو احنا نسوي؟ هسه على راحتنا. طبعا المفروض ان احنا نقدم وياها بطاطا. فنقدر نخلي وياها بطاطا يعني مقلية. هسه تعال. يا هسه. يلا ناخذ علاوي. علاوي من البصرة، علي. لا 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 لا. لا علاوي. تعال تعال باع القرمشه، تعال باع القرمشه. فليله طبعا بعدها ما متقلاها، خليها تتقلى زين على راحتها. خلينا ننظف المطبخ من بين ما انه نجهز احنا كل شيء. تقريبا تقريبا شغلنا واضح، ما بي كافلم، ما بي اشياء غير مرغوب فيها. بس قلت لكم انه البقسم اني غيرته، خليته بمكانه سميد ناعم حتى اكون صريح وياكم. زين ليش غيرته؟ غيرته لانه ما اريد اسوي بانيه، اريد اسوي مقلي. يلا شلون؟ يلا منار، هلا منار. مرحبا شيخ، شلون الصحه عيوني؟ كل عام وانت بخير. كل عام وانت بألف خير يا ربي. هلا بمنار، صحة وسلامة ان شاء الله. والله انا صابرتك، بدي اشكرك على هذا البرنامج الحلو. ربي يحفظك، اكيد من ذوقك يا غالية انت، يا غالية انت. اي منار، شنو الاكلة والطبخة؟ نعم والله ما اريد اكل هيك، بس خبرتك بسمع صوتك الحلو. ربي يحفظك، اوقف بس خلي اجيك. ربي يحفظك، هذا اكيد من ذوقك، ربي يخليك. يا هلا يا هلا يا هلا بمنار، يا هلا يا هلا بريم الفلا يا جيمي. راح يجيك هسه طبق الا فاخر، شي فاخر من الاخر. لا تشوف القرمشه، شوفوا لي القرمشه شلونها. هنا انا تقول لي خلينا نخلي ورق مال سيليفون وما ادري ايش لا 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 لا، تريدوه يصفى من الدهن. هسه واحده من واحده هو راح يصفى من الدهن. دلاني واحد، سنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، حلوين ومقصقصين، اذهب وعين الله ترعاك. يا سلام سلم، حمام مازي على أقل من أين؟ أكو شيء راح يوقع، ترى أنا مالي علاقة. هنا انا نرجع، يعني اخاف سمعتي صوت هنا طبها. يعني شوي الموضوع هسه احنا شنو ننظف؟ ننظف الاشياء اللي قدام عيني، الانيه الفعليه اللي ما نشوفها نعوفها. هنا نظافه سريعه منا ونا. تعال جيمي، دا تشوف دا يصير عندك هنا، دا يصير عندك هنا جمال. حمام من الزيت نخليها ونقليها. طبعا اكيد هنا هذه النتيجه شوفوها، ما يحتاج انه اخلي هنا، ما يحتاج. ها انت تحب هالحركه ويلي. اسمع 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 القرمش، اسمع قرمشني ارمشني. يلا عندنا سلطه لهذا اليوم، راح تكون في عندي سلطه الروكا الخرافيه. الروكا اذا كان موجود الروكا نقدر نستخدم الروكا اللي هو تقريبا اي تقريبا يصير يشبه السبيناخ، اوراق السبيناخ. خلينا ناخذ اتصال هاتي وبعدين نحكي عليها. يلا الو. الو ابو علي، الله يساعدك عيوني. عيوني حياك الله. هلا بالذهب، هلا ابو علي، شلون الصحه غاتي؟ يا هلا يا هلا يا هلا ابو علي. اي ابو علي، الله يساعدك عيوني، شلون الصحه؟ الله يحفظك ابو علي الغالي، شلونك؟ زين الله يخليك. يا هلا يا هلا بالطيب، رحمة الله على والديك، احنا سعيدين بشوفتك والله. ذهب انت ابو علي، ربي يحفظك. انت الذهب بالله العظيم، ربي يخليك، ربي يحفظك. طبختك هاي واكلاتك هاي ما شاء الله. شكرا شكرا، اكيد من ذوقك هذا. رحمة على والديك استاذ العزيز. قول يا باي عدل مرتي استودعتنا بالطبخ، الله وكيلك. كيف ما تفهم شنو هي؟ لا 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 لا، تبيتك بالشارع يا معود.
بالله العظيم لا تعرف تطبخ لا فرشي يعني شلون محتار شلون اعلم ما ادري. اندز لك دليفر تدلل اشترك ويانا. لا ما تسمعني هي ما تسمعني. لا سهل لا لا سهله سهله يا بتعلمي ترى اشياء بسيطه والله الطبخ بسيط شوفي برنامج الف عافيه يا اخوي عندي ضغط خلي مالح عندي ضغط وسكر اثنين دير باش تخلي الملح خلي الملح اخر شيء خلي الملح اخر شيء زين ايه. وتابعي الف عافيه من الساعه 1 للساعه 2 والامور طيبه ان شاء الله كل شيء سهل وتامرون امر يا سلام سلم. يلا ناخذ السلطه سلطه الروكه البسيطه جدا سهله وايضا سريعه راح تكون مقاديرها كالاتي اول شيء بهذه السلطه شنو الروكه الروكه اللي هي هذه اوراق الروكه هذه تشبه الجرجير زين عيني فاذا غير متوفره الروكه ممكن نستخدم هنا الجرجير فطر ملح خل بلسمك جبن بارميزان طماطه كرزيه وبس هذني المكونات كلها مع بعض البعض. ايش راح اخلي وياها اني؟ راح اخلي عليها اضافه كلش لذيذه اللي هي شنو؟ جبن. نوع الجبن اللي راح اخليه الثاني اللي هو الحلوم. ويا حلومك يا حلوم. يا حلومك يا حلوم، الحلوم يتقلى. الحلو به شنو؟ يتقلى. فتقليه انت بالطريقة البسيطة فتخلي له أول شيء شنو خلي له زيت زيتون نقع بزيت الزيتون يا سلام سلم بعدين قطعه بهذا الشكل قطعه بهذا الشكل بعد ما تنقع بزيت الزيتون أوكي يا سلام خبل الحلوم خبل هذا الجبن الخرافي طبعا خبل اقلي يموت هذا خبل شلون طعم وليه شلون طعم خلي عليه شويه زيت زيتون دار اللي دلعه زيت زيتون دلعه هسه راح اجي هنا اجيب الروكه الروكه مثل الجرجير حاله حال الجرجير اي والله دابيه دهن بيها زيت اخلي هنا فطر واجيب هذا اللي هو زيت الزيتون خليت به الجبن اخلي له شنو؟ اخلي له خل بلسمك خل بلسمك يا برنس يا سلام ان انا ابلش اقلبه بعد جمال بدك تشوفه الجبن لما بدك تشوفه صح 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 صحيح راح اخذ نوع الطماطه وظيفه هنا واخذ شنو اخذ الصوص هذا واخذ اتصال هاتفي الو السلام عليكم هلا بمريم شلون الصحة عيوني؟ تمام الحمد لله اخبارك يا هلا بمريم كل عام وانت بخير صحة وسلامة وانت بألف خير يا ربي صحة وسلامة هلا بمريم طبعا نشكرك على هاي الأطباق اللي تسويها شكرا هذا من ذوقك يا مريم شكرا من ذوقك يا غالية انت عندك أكلة طبخة في بالك ممكن أعطيك مقاديرها طريقة تحضيرها والله بس تريد يعني نسوي حلويات باردة مع البيت ايه تامرين امر حلويات بارده سهله 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 تامرين امر سهل سهل جيمي حضر نفسك يابا لك الجبن احترق الجبن احترق احترق الجبن لا يا يقول لي خلي شو اسمه بيض يا بيض تعال جيمي
لا مو نفس القياس، اريد نفس القياس، نفس القياس اريد هسه، نفس القياس راح اجي هسه ابلش اصب السلطه واوديها يم جيمي، بس باعوا الجمال، باع روكا يا بشه، روكا يا عيوني، قلت لكم غير الروكا، خلوا بمكانه شنو؟ خلوا بمكانه جرجير، خلوا لي هنا شويه من جبنه البارميزان، الله، بعدين تجي تاخذ لي موضوع الجبن، ايه خلي لي جبن حلوم، حلوم يا عيني حلوم، حلوم اغاتي حلوم، بس باع الحلوم هذا حلوم مقلي، من يقول يموع الحلوم؟ الحلوم يموع، شو يموع الحلوم يابا؟ والله تخلي له شويه زيت الزيتون، جيمي جيمي يلا ناخذ اتصال هاتفي، الو الو الو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. يا سجاد شلون الصحة؟ الله يحفظك. الله يحفظك، هلا بسجاد. صحة وسلامة إن شاء الله يا ربي. سلام ورحمة الله. قل لي سجاد شنو الطبخة والأكلة؟ زين. قل لي عيوني. هذا من مدينة الصدر. هلا بيك، هلا بيك، أهلا وسهلا، هلا بالغالي. الحجية تسلم عليك. الله يحفظها إلك الحجية إن شاء الله يا الغالي. الله والديك. تحياتنا إلك وكل أهالينا بمدينة الصدر. قول لنا شنو الطبخة عيوني؟ تريد المقادير مال الدجاج المقمص هذا اللي سويته هسه؟ تامر امر، تامر امر يا معود، تامر امر، دلل 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 اح. يلا المقادير مال الطبخة الأولى لهذا اليوم، والمقادير بالجو، بهاراتك يا عيوني، ثوم باودر، كل الحبشكلات موجودة، كاري، حليب، ملح، يا سلام سلم، بقسم، والسميد، بدلت السميد، بدلت البقسم بالسميد، يلا يا سلام، باع 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 القرمشة، باع باع الجمال، باع الخفيه، شوف شوف شوف، يا سلام ريحه الزبده، يا سلام. يلا مشاهدينا الاحبه، بعد ما صارت الطبخه عندي تمام التمام، راح يكون في عندي طبق حلويات لهذا اليوم، وايضا سريع فاصل وراجعين. شلون طعم؟ طعم خوافي. هنا صار عندك جاهز طبخه سهله بسيطه وسريعه، شوفوا لنا شكلها تخميرتها، طعم البهار اللي بيها صراحه طيب، يعني كلش طيب، البهارات اللي بيها، النكهه، القرمشه الحلوه، هبل. ها اكو شغله مهمه، اذا شفتوا نوعيه الدهن اللي انا خليته، نوعيه الدهن ايضا تعتبر من الاشياء المهمه. باوع جيمي شوف القرمشه تتكلم وخلدون يتالم، شلون جمال هذا؟ خلص هذا شوفه والله بالجو حلوه، طبعا بعدني ما مقرنشها، بعدين نضيف لها بعض الاضافات البسيطه، طبعا اكيد تخلي لها شويه صوص هنا، أنا شويه صلصه تطلع عندك فليلة، فليلة يا فليلة. فليلة يا فليلة، لا بعد باع هنا شو حسوي لها؟ داريني اداريك بهاراتي، بهاراتي، اضافاتي، الجميلاتي، التتش بتاعي يا عيوني. راح نسوي حلويات، الحلويات لهذا اليوم ايضا راح تكون سهله بسيطه وسريعه،
واحد اثنين. هل ايش اكلت من البسكت مالتي؟ ها؟ مد ايدك بعد. والله عندك هنا بسكت ماكل من عند اثنين. عندك هنا سنيكرز دارسين قشطه وحليب، هذه المكونات جيبوها وراح اشوفكم حلويات اليوم خرافيه تخبل. يلا كتبوا مقاديرها. جيمي عيوني. كاتشب مايونيز خردل عصير. ليش؟ حتى نسوي لهم هنا شنو؟ نسوي لهم حبشكلات. حبشكلاتك يا عيني. يا سلام سلم. يا سلام سلم يا عيوني. يا جيمي يا عيوني. يا جيمي يا قلبي. غدا زينها. يلا. خلينا نشوف هنا مشاهدينا بعد ما شفنا المقادير الخاصه لعمل هذا اليوم نوع من الحلويات السريع يعني كل السريع يعني ما راح نتاخر زين ودلعني يا جيمي. الله شوف 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 تفاصيل وتعلم. يلا يلا تعلم ابني تعلم تعلم لا تتعبني. اوف البسكت دعوفه. بعد ما شفنا هذه المقادير اول شيء اسوي ان انا اجيب الالواح هذه مال الشوكولا اربع حبات من عندها. طبعا كنا نعرف انه بها نسبه عاليه من السكر لذلك بهذه الطبخه ما بها سكر. وراح اضيف هنا القطع بعدين ايش اخلي وياها؟ اخلي وياها البسكت. قبل ما ابلش انه اشغل الموضوع هذا اخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. الو مرحبا. شلون الصحه احمد؟ الف سلامه. وعليكم السلام. شلون الصحه عيوني؟ والله الحمد لله تركتني. اتمنى لك نهار سعيد. الله يحفظك. قل لي احمد شنو سؤالك؟ عندي على مود المقرمل. نعم؟ نعم احمد؟ الله يحفظك على مود المقرمل ايش كان نعمل يعني مسلوق لا عادي؟ لا 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 ما مسلوق بس نقعته ساعة كاملة بالخل والحامض وطحين شوية. خلوا حامض وطحين خلوا حامض طحين ساعة كاملة نقعه. يعني هسه اشوفك با تعال. هذا ما مسلوق. ايه يعني عادي عادي بس تنقعه بخل وما يطحن. هذا ما ينسلق بس باوع للحمة. شوف لي اللحمة. ايه عيني. هذا مسحب. هذا مسحب. مسحب بطريقة خرافية. وأيضا شنو منقع بالخل والحامض. فما يحتاج جاهي هاي. طبعا. فما يحتاج شنو هنا؟ ما يحتاج انه اني اسلقها. بس اسلق. حلقوم. تريدها؟ لا ما اعطيك اياها. حارة. مستحيل. حتى هاي ما اعطيك اياها. لا حارة. حارة حرارة. حارة دخان. ها. لا والله. ما ماكل بعدني. يلا. والله جيمي يستاهل بفاصلتك واحدة. انت لا. يلا نجي راح نسوي صوص. هذا الصوص راح يكون متكون من والله طيبة. والله بها نغمة. الطعم بها نغمة راح تظلون تشتاقوا له. فش تسوون كل شوية تروحون تسوون. راح اخلي دارسين شوية. راح اخلي قشطة يا باشا. شوية قشطة. بعدين اخلي حليب. بعد ما خليت الحليب بدون شكر مثل ما قلت اخفف القشطة بهذه المكونات يعني مع الدارسين مع الحليب. اخففهم كلهم مع بعضهم بعض. نانا ايش راح اسوي؟ حخلط المكونات هذه. فاخلطها تمام. اها.
يعني كلش مو ما تشتغلين. يا سلم سلم على طبختنا، يا سلم سلم. راح اجيب هذا المزيج واصبه على البسكت وعلى المكونات هذه، ارجع مره ثانيه اخلي له حليب. ايش قد بسيطه هذه، وراها اغلقها. بسم الله. بعد ما خطت كل المكونات مع بعض البعض راح اجي اصبها واشويها بالفرن. شوفوا شلون صار المزيج، يشبه مزيج الكيك بالضبط، وكانه ما عندنا نسوي كيك. طبعا تقدرون تخلون يا اما دهن او بدون دهن، ما يحتاج، لانه هي راح تتقدم بالطبق، يعني ما راح يطلع عندك قالب. وراها تصبها بهذا الشكل قبل ما اوديها للفرن. شوفوها شلونها. طبعا اكو بعد هنا نقدر نسوي بعد معون لخ بعد بيها شويه. هنا انا ايش راح اسوي؟ راح اخلي كنكهه شويه دهن على الوجه او زبده، واقولها باي 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 زعيوني. الله ريحه الدارسين، الله على ريحه الدارسين. شوفوا هنا درجه حراره 185 الى 200 واتركها بالفرن. جيم تريد؟ تريد لو ما تريد بس قل لي، اشر لي بس. اطباقنا لهذا اليوم مشاهدينا الاحبة مثل ما تشوفون هنا راح نتركها بالفرن لحد ما تنطبخ، واكيد تقدم وهي ساخنه. تدرون شو نقدم وياها؟ تجيب وياها ايس كريم. تجيب وياها ايس كريم. طبعا تقدم مع الايس كريم، تخلي ايس كريم شويه وهي حاره وتسيح الايس كريم، يا سلام خرافيه، طيبه كلش هواي. مشاهدينا الاحبة راح يكون في عندي ختامها مسك مع عصيرنا المفاجئ لهذا اليوم، اقول لكم اسمه لكن بعد الفاصل. رجعنا اكيد مشاهدينا بعد ما سوينا اطباقنا لهذا اليوم، الاطباق جدا سهله جدا بسيطه وجدا سريعه. صارت عندك هنا الموضوع مثل ما قلت لكم، الحلو بهذا النوع من الاكلات جدا خرافي وجدا سهل. شو تخلوا له؟ ضيفوا له الايس كريم. ده تشوفون هنا قطعه ايس كريم، خلوها بهذا الشكل زين عيني. ده تكلوزني لا لا، انا احب افتح الثلاجه، ليش بتطلعني وانا دا افتح الثلاجه؟ ريالتي ريالتي. اجيب من هذه خليها هنا. يا سلام يا سلام. تجون تشوفون قطعه راح اخذ شويه من عندها. قطعه خفيفه صغيره. بسم الله. شوف تخبل بعضها، قرمشه من فوق من الداخل خفيفه، يعني فعليا يا سلام سلم. الله ويا ما اقدر اسولف والله العظيم. طيبه والله كلش طيبه. قبل ما ابلش بالعصير خلينا نسوي صلصه. جيب الطرشي، طبعا شالوا المي ما طرشي. تجيبون طرشي هنا، نضيف طرشي. راح اسوي صلصه مال الاجنحه. ايش دا اسوي يعني؟ هذا طرشي خلل، اخلي له شويه معدنوس، اجي اخلي له كاتشب. كاتشب والله الحلويات تخبل جيمي.
هاي بس الي ولك. وهاي الماعون الثاني جوا بالفرن. خليت مايونيز، خليت كاتشب، وراح اخلي شنو؟ الله، قد اقشعر بدني، قد اقشعر بدني. يا سلام سلم، وين وديت هذا الطرشي؟ ما اخذوا المي مال الطرشي، يلا نخلي له مي مال زيتون، شويه مي مال زيتون او مي مال الطرشي، كيفكم؟ اخر شيء راح اخلي له شنو؟ راح اخلي شويه خردل. بعد ما ضفت هذه المكونات كلها مع بعضها البعض، راح اخلط الصلصه هذه، هذه الصلصه خرافيه كلش طيبه. يا سلام يا سلام، هاي اللي يحب يسوي صوص، هذه تشتغل بصوص الريزو او غيره. شفت الايس كريم شلونها؟ يا سلام سلم على الايس كريم. راح ابلش اخلي الصوص هنا بهذا الشكل، ريحته كلش طيبه. بعدين اجي اخلي له، يا سلام فعليا، ها صار جاهز. تعال جيمي، تعال يابا، صار جاهز. ايس كريم، يلا اشتغل لي على العصير، اطلع لي اطلع لي على العصير. هذا مي وثلج وشكر، عصير المانجو بالفراوله يا عيني. يا سلام سلم اغاتي، ماكو هيك اطيب من هيك عصير. بعد ما ضفنا هذه المكونات وشفنا هذه المكونات كلها مع بعضها بعض، اول شغله تجون تجيبوها هي ثلج، شكر، و وشنو؟ وشكر وثلج ومي شويه. راح اجي اخلي شويه مانجا، حلو؟ شويه مانجا. راح اجيب الفراوله، طبعا هاي فريش بس انا اجمدها، انا اجمدها بدون بدون مواد حافظه، بس بالفريز ما اخلي لها مواد حافظه. واخلطني يا عيني، اخلطني. لا 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 لا، باع اللون، داري ليها شوية ماي. تجيب الجلاس، تجي تخلي بيه مانجو. يا سلام سلم على المانجو. بعد ما تخلي له المانجو، يا سلام سلم على طبختنا، يا سلام سلم. ايوه تعال تفضل تفضل، احلى عصير بالكون، شوفوا الجمال. يلا اطباقي لي هذا اليوم شنو سوينا يابا؟ بسم الله بسم الله. اول شيء سوينا دجاج مقلي مقرمش، سوينا سلطة الروكا الجرجير، سوينا هذا اللي يخبل سوفليه، سوفليه، والحلويات طبعا اكيد. والحلويات اكو نص بالفرن، اللي بالفرن بعدها، والله بعدها 185 كلش تمام، حتى تطلع عندك تمام التمام، ونكهته تكون خرافيه. شوف لنا الفرن، السوفليه بالفرن حتى تكون عندك ايضا الاكله تخبل. خلي له هنا هذه شويه من الفراغ اللي انا سويته، وهذا خلي له. مشاهدينا استعراض اخير للاطباق اللي سويناها، يلا من البدايه للنهايه. شنو كان عندي؟ العصير، عندي الحلويات سوفليه، سوفليه، عندي الروكا اللي هو الجرجير، واكيد الوجبه الرئيسيه الاساسيه اللي هي يكون في عندك
الدجاج المقرمش مع الصوص اللي سويته. احبت المشاهدين اتمنى الاكلات والطبخات عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله بخير ان شاء الله باكله جديده وطبخه جديده من الشيف خلدون. من الف عافيه، اقول لكم باي باي.